حلقة جديدة، جنت الجديد، يوم جديد. طبعا اليوم حراق، تستمتعون إن شاء الله معنا. أذكر نفسي وإياكم بالهاشتاج اليوم جنتل 18. أبغى تغريدات نار للشباب، وأبغى كذلك التغريدة اللي نزلت على حساب القناة في الكومنت، تكتب الفريق اللي تتمنى أنه يفوز، وتكتب أيضا العقوبة، تختار الرقم في نفس التغريدة، في نفس التغريدة. الهاشتاج أباخذ منه رسائلكم للشباب. جاهزين؟ اليوم مختلف بإذن الله، أنكم تنبسطون وبتنال إعجابكم. أعطوني بالله سبيكر برا عشان الشباب. يا شباب تسمعوني ولا لا؟ هلا بالزين، هلا بالمبدع، هلا بعبد العزيز، هلا هلا بالزين، هلا يا مرحبا. شلونك يا حبيبي؟ عساك طيب؟ صحة. لا تحركوني واجد، عساك طيب. الله يحييكم. هلا بالشيوخ النظارة، ها الله يسعدك. ترى بنتهاوش انا وياك الحين، اقلب بوكس ان شاء الله. شوفوا لي اللي لابس بشت، ها هلا. تدري ليه؟ هذه علامة الفوز يا سعد. علامة الفوز؟ ما يحتاج. لب روحك، افسخ البشت، لا تطبق العقوبة هاي. ها شفت بشت مع عصبة في مطبخ؟ والله ما شفت الا هنا في جنة. بنات الواقع تعيش الواقع. طيب إذا خسرت بتطب في المسبح في بشتك. يا سلام. لا لا البشت بدون مايك ولا بدون؟ لا بدون مايك. بدون ما ودي الحين. البشت طال عمرك يضف النشامة. إن شاء الله أنت ما عندك إنه يضفك ويفكك من الغراء. شو اسمه؟ انا ما جيت البس ثاني واثق. اها الله يستر. احنا ترى ما ينكبنا كلمه الواثق هذا. جنتلها مع جنتل طبعا. ناخذ معكم على الشاشه الاطباق الموجوده معي يا مخرج. معك معك. طيب نلبس لي الان. عندنا اللي ظاهر على الشاشه الان هاي مخرج ان شاء الله. عندنا اليوم طبخة سهلة تقدرون عليها. المكونات اللي ظاهرة على الشاشة: لحم بقر، بصل، فلفل أخضر رومي، كاتشب، صلصة صويا، جبن شيدر، تمام، خردل. طبختكم اليوم إن شاء الله أنها سهلة. تمام، ما راح تأخذ معكم وقت إذا اتبعتوا الطريقة. حلو. ودي والله أنكم كلكم تفوزون. شدوا حيلكم، جهزوا، تعالوا. أبي واحد منكم بس يقرأ الطريقة. الطريقة: وضع اللحم المفروم بالمقلاة وتحريكه دون زيت. ارفع صوتك ما أسمع. طيب. وش اللي وضع لحم المفروم بالمقلاة وتحريكه دون زيت بعد أن يتغير لون اللحم. أذكر المشاهد بس الأرقام التواصل راح تظهر لكم على الشاشة، اللي حاب يكون معنا في مداخلة صوتية للشباب ورسالة جميلة. تفضل. الله يحييه. اتصل. تفضل. طيب، ثانيا بعد أن يتم تغيير لون اللحم المفروم للبني، إضافة بهارات ملح وكمون وبهارات اللحم وفلفل الأحمر والأسود. ثلاثة: تقطيع البصل والفلفل الرومي مربعات صغيرة وإضافتها فوق اللحم وتحريكهم معا، إضافة ملعقتين كاتشب وملعقة خردل وملعقتين صغيرة صويا صوص وتحريكهم كي يتجانسون، بالأخير إضافة جبن موزريلا فقط تضيفها. حلو. وتقفل عليه. عرفتوا؟ بشرحها لكم عشان تركزون. بإذن ركزوا الله. معي بليز. أبغى واحد بعد ما خلص يعطيني صوت الحلو. قطعوا البصل ناعم ناعم، وعندكم الفلفل الأخضر. أي يبدو. تفضلوا خذوا راحتكم. عطنا التايم على الوقت يا مخرج، 40 دقيقة إن شاء الله بيخلصون قبل. طاهر لكم على الشاشة. يلا توكلوا على الله، استعينوا بالله. ابدوا تقطعون البصل صغير صغير، الفلفل الأخضر صغير. ها طيب تحمسونهم حق شو اسمه ذا. أي يلا ظاهر عندكم وتحمسونهم. لا وقت معين. وتدهنوا. ثلاثة اثنين واحد، بدأ التايم. شدوا حيلكم، أبيكم كلكم تفوزون. تحمس البصل اللحم مع البصل والحركات، تحط البهارات اللي عندكم زين.
أبيكم كلكم تفوزون اليوم إن شاء الله. الخسران يبحثه بالمسبح. تفضل. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي عايش. عايش؟ ارحب. يا الله الله. يا هلا. يا هلا بهالصوت. يا هلا بهالصوت. عبد العزيز. وش هالبور اللي قبل الطبخ؟ يا مرحبا يا مرحبا. أقول هلا بحسك. هلا بزولك. نعمة نعيم. هلا بأخلاقك وطيبك. هلا بطرحك وتفكيرك وحسن أسلوبك الراقي. الله. هلا بك ما هي بوحدة على يا أخوك ترتيبك. هلا بك كدر ما حضر القلم يزف على أوراقي. هلا بك من هنا لآخر طموح مبسمة يجيبك. لو الله أنت من جاب الطموح وفاز بعماقي. وأنا يا كثر ما غطك على نقوة صاحبك إعزاز ودايما بالطيب معك بحالة سباقي. سلام الله عليهم وأنت يا حافظ مواجيبك. سلام الله عليك ودمك لي دام العمر باقي. يا مرحبا يا عبد العزيز. صح لسانك. صح لسانك يا ابو رباح. لسانك يا ابو رباح. انا سعيد. انا سعيد. اول شيء اشكر اخوي ساير نهار على الفرق. ساير نهار على هذا. سعيد جدا بتداخلك مع معنا اليوم واسعدته حقيقه كثير. الله يسعدك والله ما قصر. ان شاء الله يبدع بالطبخه عاد الله باذن الله. ان شاء الله الاول ترى جيد بس يا ساير ما يعرف الا المندي لعبه المندي. بيجي يوم ان شاء الله يطبخون مندي على الهواء. انت ركبتهم هاللون. الله يسعدك يا ابو رباح. نواف الشهراني معك يا ابو رباح. يا مرحبا يا نواف. هلا هلا بكم جميعا. احترامي لك الله يعطيك العافيه لكن اخوك يبغى ياخذ الاول وبدري عليه. كفو كفو. انتم وهو الاول عندنا ترى. الله يطول هالمناسبه للامانه. وين قفزاتكم؟ احب اني اشكركم جميعا على روح الاخوه بينكم. اقول ابنه بياخذ الاول صدق. بياخذ الاول صدق. الشباب لا لبسوا قفزات ولا لبسوا شيء. أو يا بيقل أفزات الله يسامحه ويا بيلول. الله أكبر عليه. عبد الله يوفقك. شكرا يا مبدع على اتصالك الجميل وأسعدتنا حقيقة. ساير ساير أنا حاب بس أقول كلمة. تفضل. أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي وإخواني وابناء عمومي جميعا. ونعم ونعم. نشكر كل الداعمين لأخوي المهندس عبد العزيز. استاهل. ونشكر جميع داعمين المسابقين كلهم. صراحة هم ما يدرون وش اللي يصير بتويتر لكن للأمانة جميع فرق الدعم للمشاركين والمسابقين عندكم وهذا شيء حنا نتابعه ونلاحظه تكاتفهم مع بعض كفرق دعم للمتسابقين. ما انعكس هالشيء هذا إلا على اللي يشوفونه ما بين المسابقين وروح الأخوة بينهم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يسعدك يا حبيبي. اسعدتنا جدا باتصالك. الله يسعدك يا ابو رباح. وانا اسعدك. الله يحفظك. التوفيق يا شباب. هلا هلا. اجمل اتصال يا ابو نهار. الله يوفقك. انت شخص مبدع. الله يسعدك. وشخص ناجح. الله يسعدك. ولازم نعلم الكل بهالامر هذا. الله دخوليتك اثرجت صدورنا. الله يطول. وانت تستاهل الجنتل يا جنتل. الله يطول. عقبال ان شاء الله المراكز الاولى. الله يسعدك. بدون يعني ما اشخصها على واحد ولا اثنين. والله يستاهل. والله كلهم يستاهلون. نعم. اي نعم. والله يلا استفيد الله وجهك عشان اللحم مغباي. ايش الاتصال الجميل. كله جميل. انت جميل. انت مبدع. خليني كذا اطبخ لك خروف. اعطوني السكين. اعطوني. انتم عندكم سكين. وين الولاعه؟ بس يلا فكر على الله. شدوا حيلكم شباب. لحمكم ها؟ وين مددس؟ مددس؟ عندك مددس. بالله واحد صوته زين يا عيال يطربني لانه والله احتاج صوت الجنتل هذا. يلا يلا ما ابي الحلقه تكون بارده. ايه عطيه صدى. طيب عطوه صدى. عطوه كل شيء. لبيه. جيب مددس. يلا. لا مو حين. حط البصل. خذت الحب واخذت الحنان وما بقى لي شيء. دخيلك رد لي بعض الحنان جمل أصحابي.
ترى ما عاد باقي في رصيد القلب غير شوي، بغيت أعيش به لكن عجزت وماتت أعصابي. الله الله عليك. هذه للشاعر فهد الشهراني. نعم فيك وفيه. استاه البصل الأول. الله يسامحك البصل الأول. أنا أبي البصل الأول عشان يتقمر زينك. أنت انتبهوا البصل الأول، ها البصل الأول خلوه يتقمر مع الزيت. حط البصل يا شيخ. بصل وزيت. إيه البصل خليه يتقمر شوي مع الزيت. الله يخليك. افتح لي شوي. مكتوب بديتك هنا. افتح انا كنت ما عليك اللي انا يمكن انا كاتب بلخبطك. بس اني ابغى اساعدك اليوم، ايش رايك؟ بس خلاص بتروش زيت انت. ايه ربي يا نواف، انت نواف. اي انا نواف الشهراني. او نعم عطوه صفقه يستاهل. استاهل. بقرا لكم من الهاشتاج. يا ربي يا ربي البارحه والهجوز تروح وتجيني. يلا سمعنا يا ابونها الهاشتاج يقولون عطى نواف. أنا يلا يلا خشوا مع بعض. يلا البارحة والهجوس تروح وجيني والعين عيال ذي النوم ما جاء من لا يعم بين ضلعاني يحاديني ويرد عيني على المرقب ويحداه. الله 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 شو هالابداع. هاي هاي ابداع ابداع ابداع. الله نباكم جميعا. طيب الرسالة الثانية لأخوي الغالي علي بن هادي. ارحب ارحب. يستاهل. يقول استمر بعفويتك وأخلاقك وورنا إبداعاتك، باقي وراك مشوار طويل بس تأكد جمهورك معك ويساندك بكل وقت، فالك التوفيق يا مبدع. هذه الأستاذة لولا، اسمها لولا. يبشرون والله بس سعد. نعم نعم والعلوم الطيبة كلها. طبعا عندكم اثنين هنا يمين يا شباب، لا تنسونهم بعد. نبغى رسائل، نبغى رسائل تحميسية، نبغى شيء فوق ال 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 لا 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 فوق ال ال هذا فوق السحاب. السحاب يلا بعطيكم شيء يا شباب بحمسكم. يلا سمعنا. عطوهم 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 دلعوهم خلوهم يتحمسون داخل المطبخ. المطبخ اليوم سهل، واليوم معنا مفاجأة هنا في المطبخ بعد، بنغير لهم جو. شغلنا شغلة بيشغل، خلوها بس تجهز شوي بيشغلها لكم. يقول المخرج والله اللي بيتكلم منكم مش حشغلها، يعني خلوكم ساكتين قطع البصل واسكتوا على الهادي. البارحة لا المخرج يا شيخ ما في غير ذي. ملعقة ملعقة ملعقة. طيب ملعقة يمدي ناخذ رسالة ولا بتشغل لنا عاد بتحن علينا؟ ملعقة ملعقة. هل ناخذ رسالة؟ لا دلوقتي. هل ناخذ ذا الحين؟ يلا يلا بس حقرا لهم تغريدة وبعدين شغل يا حبيبي. يلا عبد العزيز رباح. لبيه. يقول الله الله يا ابو رباح صح لسانك يا قدوة، ويستاهل ابو العز اقل ما يمكن تقديمه له من دعمه ومعنوية. فين حق ذا؟ يستاهل يستاهل ابو رباح. يستاهلون الطيب. وانت مبدع. هذا يمدحون اخوك هذا سحبوا عليك الله يجزاهم خير. امدحوا ابد كانهم مادحين. طيب انا جايب اليوم رساله معي لك من فريق دعمك، جنت لنا المهندس عبد العزيز، شخصيه بارزه ومشرفه ونموذج حي جمع بين المكانه الاجتماعيه المرموقه والثقافه الواسعه والحضور الانيق. واصل ابداعك وتميزك، فلقد احبك الصغير قبل الكبير، قبل الكبير، وكنت شعلة وركيزة أساسية من ركائز البرنامج بعفويتك الجميلة وابتسامتك الصادقة، وتأكد دائما وأبدا بأن هناك من يدعو لك وأن خلفك جمهور لن يكف عن دعمك، وبإذن الله ستحقق المزيد من النجاحات، وهذه أولى محطات دعم العز. معك روح يا ابو رباح. روح يا شيخ. الله يسعدكم. احنا طبعا اليوم شخصناها مع المهندس عبد العزيز. استاهل لانه
دخوليته أفرقة صدري حقيقي. الله يسعدك. صرت يعني متعنصر معه شوي. طيب. هذا جنتلمان. وبناخذ منكم كل واحد منكم اليوم بناخذ له تغريدات. الله يسهل الشباب. خلهم يعطونا تغريدات. بيعطونكم تغريدات بيعبونكم اليوم كل شيء اليوم اليوم لكم. أصلاً اليوم أصلاً أنا جاي عشان أسعدكم. بكرة بعد بكون لحالي موجود بالفقرة. يا لبى سائر. وبقدم لكم إن شاء الله اللي يسرك. أطلق سائر. يا زينك. الحين ذا عشان نذكركم. طبعاً الفكرة إنه كل أسبوع يكون معي شخصين. شخص عفوا من المقدمين اللي ذكر اللي سبق وكانوا معي الا هالفتره هذه بيحطوني لحالي معهم بيغيرون كل اسبوع لانه منيو كل اسبوع بيغيرون بيغيرون بين المقدمين ان شاء الله والامور طيبه. يا هلا بالمبدعين. يا هلا يا هلا. طيب نشوف الهاشتاج. ذكرني باسمك الشيخ. مخلد 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 يا جماعة هنا برسائل جميلة حلوة. مخلد شخصية جميلة أحبه الصغير قبل الكبير. أنت نجم مبدع حافظ على رتمك وحافظ على صلواتك وحافظ على أذكارك. وجودك جميل على البث وراك جمهور قوي ينتظر منك الكثير. فالك التوفيق. الله يسعدكم إن شاء الله وابشروا باللي يرضيكم. الله بس يقولون طيبة. مقصر وين مقصر فيه؟ لا لا ان شاء الله علمهم ليه؟ ان شاء الله الامور طيبه ان شاء الله. الله حنا حطها ارفع باللي عليه احطها اها هاي حط يلا يا جماعه وين الهاشتاج؟ فعلوا نبغى الرسائل نار نار نار. ابغى اليوم الهاشتاج ترند. إذا طلع ترند اليوم في مفاجأة حلوة بنقدمها للشباب. ما طلع ترند بنرقد. دام جمهوري موجود يطلع ترند. جمهوركم كله وجمهور القناة. علي هادي نبيك تحافظ على نقاطك. شفنا كيف خفت على نقاطك اللي انخصمت عليك وحرصك كي تجمع نقاط بس نبيك تشد حيلك أكثر. تمام؟ وأهم شيء ابعد عن ابعد كل البعد عن الخصومات اللي نحن كجمهور مو راضين انها تنخصم عليك. نبي نشوفك وانت الاستيج النهائي في الاستيج النهائي. والله حتى انا ما راضي. الله يحطه يحطونك في الـ في الـ في, الـ في الـ البرايم الاسبوع الجاي وسبب انك تناظر الكاميرات. الله يخليك. والله ما خليت كاميرا ما خايلتها. عيني فيها هزتي لعينك تلقط ساحر عيال غصبه يا ولد. ما يصلح. الله يوفقك. انت طلعت برايم ان شاء الله الحمد لله عبود باذن الله. وإن شاء الله هني جنتلها مع جنتل مخرجنا شغلهم وخلهم كذا يقولون عاشر خلهم قال عيش. وبعدها نرجع الهاشتاج معكم خلوكم معنا. يلا جاهزين للحماس شغل عطنا نبي شيء. سلام الله على جنتين وجنتين مصنعات.
الواقع واهاليها حضرنا في المكان اللي تسابقنا به الامل ولاحت فرصه الابداع يا حظك يا راعيها سلام الله على جد وضد المصنع الابطال سلام الله على الجمهور والواقع واهاليها يراقيكم جميع. طبعا هذه الشيله تعطيك باور تعطيك حماس انك ترجع للمطبخ وتشد حيلك وتبدع صح؟ نبغى اليوم طبخه خالعه نبغى شيء من الاخير يلا نرجع ونقرا لكم من الهاشتاج ولا ناخذ اتصال اعرضوا لي تكفون الارقام على الشاشه ناخذ اتصالات من الجمهور نبي ناخذ من الجمهور اعرضوها لهم. طيب ايوه انتبه عشان لا تكثر والله شنو ذا الملح ما شاء الله ذا الملح واجد لا تكثر منه ما كثرت نص ملعقه تكفون انتبهوا يا عيال عيال انتبهوا من الملح انتبهوا ها تضبطني ها تضبطني بنضبطني نقول الو معنا جود على الخط. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. حياك الله استاذة جود. الله يحييك. تفضلي. من اللي بتشجعينه من الموجودين؟ علي. علي؟ ايه. يستاهل علي. استاهل طيب يا طول عمرك. الو. هلا. وش تنصحينه تقدمي له نصيحة على الشاشة؟ لا علي ادري انه علي ده. انه يهتم في نقاطه ويحضر الفقرات ما يغيب عن البث يطلع على نفسه من بدايه البرنامج النقاط الله يزينها انت سمعت؟ ابشر بدر من خلع بس بيض الله وجهك استاذ جود والله بيض على الاتصال وعلى كلام التشجيعي لعلي وان شاء الله انه يعني يهتم اكثر ان شاء الله ويعطي اكثر باذن الله شكرا يلا نبغى نستقبل كذا اتصالات ابو نبغى اليوم حراق نبغى اليوم نار نار وشرار صب صبوا لنا شوي انتبه افتحها 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 افتح الغطاء منها يا ولد جديد 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 الله يسامحكم لا تنكبونا على الهواء زبطوا ارشيد وين ارشيد ما جاء معكم بتنادونه الحين يتقهوى ويزبطوا الامور في عندنا شيء حراق لهم وش السبي وش بخاطرك يا روحي اقول انا لا بعد فاضي خلاص تكلم خذ ما في جعبتك عطنا يا رب عينك يلا كل يوم يجيبون شاير مغدى الله يجعلني قبلك يا روحي ترى انا حرج كذا اي انتبهوا ركزوا وقروا في المكونات عشان ما تجيبون العيد ها اي ترى انا اقول الاشياء هذه تساعدكم ان شاء الله انكم اذا صرتوا عزوبيه ها تطبخون لنفسكم اشياء حلوه لجميع المتسابقين هذه رساله شدوا حيلكم ولا تيأسوا من النقد الجارح واستمروا حنا معكم والله يوفقكم وجنتلها مع جنتل طبعا أنا لي رسالة على زملائي النقاد أول حاجة يا جماعة أنتم في برامج أنتم يا شباب الكلام هذا لكم أنتم في برنامج المفروض أنكم تتحملون تكون يعني أعصابكم شوي باردة ها ما تتنرفزون بالعكس الناقد ما يتكلم إلا أنه يتكلم بلسان الجمهور صحيح. تمام فانتم ليش تعصبون عليهم عرفتوا انا اتكلم في ذا يعني انتم اعطوني استماع معك نسمعك يا الله يوفقك القلب معك فالناقد يتكلم بلسان الجمهور ما هو به هو اللي يتكلم من نفسه لا هو يتكلم لان فيه انتقادات تجيه من جمهور الشاشه ها ويطرحها لكم الامور كلها زين فلا تلومونهم عرفتوا وشدوا حيلكم والقادم اجمل اضف شوي مويه هذول اتاكد من الملح حقها ايوه جنتلها غسلوا هذا غسلوا هذا ضيفوا ولا تاكدوا الامور طيبه فيه اتصالات في شيء يا شباب طيب ان الصوره جاهزه يا شباب الصورة إذا جاهزة كلموني عشان أبغى أخذ رعيها أها لا نبغى في صورة فيها كلام الترتيب فيها كلام الترتيب الثقة يا أبو علي 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 بيك
نواف الشهراني صوته جميل توني أسمعها الآن ونتمنى منه المزيد. وين أعمالك يا نواف؟ بإذن الله بيسمعون الأعمال قريباً بإذن الله. هل لك عمل قادم؟ نعم. مبادرة قادمة متى؟ مبادرة يوم الجمعة بإذن الله. جاهز للمبادرة؟ مبادرة بتكسر الدنيا. كفو عليك. أبوك الطيب. كفو، نهاية الاحتراف هذه ممكن تحترق طبخاتكم يعني. بس خليها تطيب شوي زوم. عرفت؟ يعني حطوا الجبن فوق. يا أخي خلنا نذوق الملح. ذوقوا ملحكم بس حطوا تأكدوا. وبعدين تحطون الجبن تقفلون عليه اللون زين. عرفتوا؟ تحطون الجبن تقفلون عليه. انتبهوا خلاص الله يجزاك خير. خويش. طيب نبي ناخذ أخونا نواف سعد. أيوه. نواف سعد الله. وينك يا نواف؟ موجود هنا معي على الشاشة. بطلع أنا وياك. طلعت لك رسالة من فريق دعمك تقول نواف سعد شخصية مقبولة على الشاشة، ملك الرياليتي، وبتفاعلك تجعل الإبداع شيء مختلف ومبهر جدا. ستبقى الاسم الصعب دائما. كسبت محبة الجميع واحترام الجميع صغيرهم وكبيرهم. جمهورك معك وفخورين فيك، فخورين على ما تقدمه من إبداعاتك الغير مستغربة منك. تعلمنا منك سرد القصص الجميلة، أطربت مسامعنا بصوتك الجميل، كل يوم تفاجئنا بإبداعك الأسطوري. شكرا لك نواف لأنك نواف الشهراني. شكرا لأنك أمتعتنا بكل شيء تقدمه. شكرا لأنك وعدتنا بكل ما هو جميل، وفعلا كنت قد الوعد اللي أعطيته جمهورك. فخورين فيك جدا ونطمح للمزيد من إبداعك. نحن معك أينما شئت وسنبقى معك نحقق أحلامك وطموحاتك جميعا. سنفرح بنجاحك وسنفرح بإبداعك بالأيام المقبلة. وكنت ولا زلت النجم الذي يسطع بقلوب جمهوره. فلك التوفيق يا اسطوري جنتل. يقولوا لك انك اسطوري جنتل. الله يعطيهم العافيه ويبيض وجيههم. والله صراحه ان الكلام يعجز وان العبارات تتبعثر، ولكن ان شاء الله باذن الله نحن قد الهقوه اللي حطوه فينا. كفو. وباذن الله يشوفون من نواف شيء لم يحصل في برامج الواقع من قبل. حنا نطمح والله ان الكلام هذا يطبق فعلا باذن الله. لكن يا نواف شد حيلك باذن الله. ترى قدامك الان تقريبا شهرين وعشر ايام صح؟ فشد حيلك باذن الله. يعني باقي لك 62 يوم باذن الله. جاهز انت لهن؟ باذن الله. كفو عليك ان شاء الله. يا ناس. طيب نرجع للهاشتاج وناخذ معكم فره كذا. يا مبدعين يا اخي ما شاء الله. احركه ولا خليه كذا؟ لا خلو كذا، خله يتعذب كذا. شوف كيف، شوف كيف بيطلع الشكل النهائي. شوف كيف الابداع، شوف كيف يا جماعه. شيء ايش معك في الحركه ذي؟ ايش الله يستر منها كدا. بس قبل لا تحترق بسرعه عشان اسكر عليها. زود خلاص. لا ما ابي شله عشان كافي جبنك. سكر عليها عشان زود. حط جبنكم هنا فينا. وين؟ يلا نرجع للهاشتاج. ساير سأل علي بن هادي عن الموقف اللي صار له بزواج أخوه لما صدم بالعريس. الله أكبر. نكباته اللي 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 في كل مكان حتى في العرس. الله يستر على القناة. بس عطنا يا علي. تعال يا مبدع، خلي اللي في يدك بعد إذنك. تعال يا ساير بعلمك. تعال هنا. أبشر. سؤال لك. ترى بنسحب عليك، ما عاد نسألك شيء. وش السؤال؟ وش؟ وبعدين يقولون ليه ما يسألوننا، ما يعطونا من الهاشتاج. منك أنت الحين. تعال تكلم، عطنا موقف أخوك الحادث. والله ماني أذكر. يا ربي الناس كلها تنسى أنت ما شاء الله. يلا موقف زواج أخوي صدمت به. هو أنت صدمت سيارة أخوك وهو عريس. الله يستر عليه. خميت لك رصيف. والله ماني أذكر يا لا يا رجال. هذا اعطاك مخرج كذا عشان يمكن صادم له، صادم يمكن عمود كهرب ما يبغى غرامه. تكلم قول ما عليك. يلا بساعدك عليك. يلا عطناها صدمات واجدك. ما اذكر
الرجال صدم بس ما يبي يعلمكم، مو هذا نهايته خلاص. عشان كذا ما شو لنا هاشتاج ثاني؟ لا ما في، شوفنا رساله ثانيه. يا تعطينا ذي يا خلاص نطمرك، ما عاد نقرا لك شيء. لا فات الوقت. يلا عطنا والله ما تدور، اخلق اخلق لك فكره. انت صدمت مع اخوك اكيد ما هذا. والله ما يذكر. الله خلاص دامك والله ما تذكر خلاص. اجل اذا نسحب ونعطي نروح ابشروا بالعوض وغير الدعمه. نروح للي بعده نقرا من الهاشتاج. طبعا من اللي صوته حلو خلي هاشتاج شوي نقرا من اللي صوته علي ترى صوته حلو عنده شعر وعنده شيء مهمتك. نواف هو انا عطيت خلاص نبغى اللي جوه شعر. انت لك بالشعر يا خالي لك شيء، لك بالنصايح لك بالرسائل الجميله. الشعر اقصر عليه الشعر الشعر الشعر. وانت خالي وش بالاقصاد؟ تعال ارحب الرجال يا هارد لازم يلا يلا سام انا وياك سلام يا برباح. يلا الشعر يقول من القصايد اللي حافظ عطنا من الكل. يقول بعض العرب حبه يردك الجنوب لا ولا يوصف له غلاه حكاك له ما يقنع وصف الغلا لو وش يكون لو كل حرف من بالحرير يحاك له الموت جاك يا ابو نهار. الله يستر الموت جاني الله يكفيني شرك. لا والله ارجع لطبختك تكفيني شرك. ما تبي ايه؟ الله يصلحك. الموت جاني وشبيبه انا الله خلني شوي وانت تقلبك الظنون ولا كل الصبر وش وداك له. انقل ضايق قال هونها تهون ما يدري ان ضيقتك له وبكاك له. يا زينك يا اخي والله انكم مبدعين. تبي دحى؟ والله انكم مبدعين. ابي الدحى بعد شوي بس ابغى الرجال هذا يتكلم عن نفسه يا اخي شوي يعطينا. ابغى انا ابغى اسمع صوتك يا اخي. ابغى شعر ابغى قصيده. والله بس شوف كل عالم طيب. يلا يا روحي هذه ابيات للامام الشافعي بيض الله وجهك وجهك. ما هي قصيده الرجال؟ لا ابيات. يقول اذا المرء لا يرعاك الا تاسفا فدعه ولا تكثر عليه التحسفا ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه نفسك فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صفيته يوما لك قد صفى فما كل إيه إن لم يكن صف الوداد طبيعة لا خير في ود يجيء تكلفه ولا خير في خل يخون حبيبه ويأتيه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويفضح ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إلا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصر. الله 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 مخلد لقد طبقت مقولة الحي يحييك أبدعت وتألقت منذ دخولك للبرنامج نطمح في المزيد. أبشر فالك التوفيق والنجاح. الله يعطيكم العافية. ما شاء الله رسائلكم جميلة تثلج الصدر. الهاشتاج النشط ولا زال ان شاء الله فيها امل اني اشوفه في الترند. طبعا الطبخات يا شباب على وش انتهت الله اللي 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 انا اشوف انها انتهت ولكن الله يستر من الطعم. نبي نستقبل الضيوف. نبغى نشوف الضيوف. ارفعوا عليها ارفعوا عليها الضيوف اللي معنا. اهلا 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 دخلوهم علينا تكفون. يلا طفوا على النار حقتكم. طف طف. الله يعين الله يعين الله يعين. الله اخذت هنا نزل نزل خلي يجيك الحين بياخذك. نستقبل اتصال الاول من الاستاذه نوره. السلام عليكم. اهلا وسهلا مرحبا استاذه نوره. كيف حالك؟ بخير الله يحييك. عندي موضوع ابي اطرحه. تفضلي. ليش ما تجيبوا الشامخ يقدم عندكم؟ وش المقدمين فاشلين في المطبخ؟ والله هذا راي يعود لك. انا ماني من الاداره ولكن ان شاء الله يجيبون طلبك اللي طلبتيه ولكن المفروض انها تحترم الشاشه. فبعض الاتصالات عشان كذا احنا ما نستقبل بعض الاتصالات تكون شوي جارحه ولكن ردهم او كلامهم على نفسهم يعني احنا نرتقي بالرد. نرحب بضيوفنا ونقول لهم الله يحييكم اهلا وسهلا. ضيوفنا معنا موجودين ارسلهم لي يا باشا. الطبخه اليوم تفوز انا واثق بنجاحكم تمام. ورساله
من قلبي لكم، لا يهمكم كلام النقاد، ولا تقرون إذا كان معكم جوال داخل، لا تقرون في التويتر، ترى التويتر يثير غضبكم. اسمعوا خلوني أتكلم لأني بعطيكم ما في داخلي، يبيثير جعباتكم والعينات اللي ودها تحبطكم واجد، ودهم يرفعون من مستواكم الشباب والجمهور، ولكن في ناس ودها أنها تلعم جدفك بطريقة هي، فما يهمكم كلام النقاد وكلام الزين، خذوه والشين كبوه زين، الله يوفقكم. جاني كوشنة، أنا بالعكس ننشر الرسائل الإيجابية زي مثل الاتصال قوشي، لو كان الاتصال أنه بدون تجريح للمقدمين أنه يعني مميزين، ولكن يضيف لهم الشخص اللي طلبته الإدارة لها ردها، وفيه يعني قانونيين متابعين للشاشة وحساباتهم في تويتر، والحمد لله المخطي بتعاقب أيا يكن. طيب علي يقولون صوتك حلو خلي سمعنا. إيه صوته علي، أنا أقول لك علي والله يا علي، هم يقولون خلي سمعنا، ليش ما يسمعنا؟ يقول في ذمتي صوتي تعبان، أكيد إنه عنده شيء. يا علي يا علي، لا حادث تبي تعطينا، ولا صوت أنت تبي تعطينا، ولا تفاعل تبي تعطينا، وتبي نفوزك بالمطبخ يا علي، ما نقدر. أخي أنا جاي أشوف وجهك. الله يسأله. ورايا التسليك عند علي صفر، لكن حنا سوينا علينا والباقي عليه. نرحب ضيوفنا المرة الأخيرة، نقول تكفون تعالوا ادخلوا حياكم الله. يا هلا، اليوم معنا حلوية كنافة عرفات. عرفات غني عن التعريف طبعا، شهرين حياكم الله، أهلا وسهلا شيفنا المبدع. حياك الله، أهلا أهلا بالمبدعين، ابدأ طبختك حبيبنا. تعال الشيخ، نبيك تعرفنا بنفسك، تعرفنا بالمحل، تفضل معنا داخل. يا هلا يا هلا بالمبدع. طبعا جهزوا طبخاتكم شباب، ودوه هنا ابشر. تمام، حياك الله. تحياتي، شلونك؟ شو اخباركم؟ سعيدين بشوفتك. حلويات عرفات، جهزوا طبخاتكم شباب. تكلم لنا تكفى عن المحل وعن الكنافه. احنا عندنا طبعا اللي بنعمل الكنافه النابلسيه اللي هي حلويات شرقيه بشكل عام، اللي هي البقلاوات والكنافه النابلسيه بالجبنه والقشطه. في عندك ظاهر على الشاشه ارقام التواصل المحل الكنافه، وبيعلمون الشباب الان كيف يسوون كنافه. شوفوا اللي ظاهر على الشاشه حسابهم في سناب شات وارقام التواصل. احنا عندنا تاسيس طبعا محلنا من 1920. ممتاز، تاسس يعني اكثر من 100 سنه. 100 سنه اكثر من 100، ما شاء الله تبارك الله. 1920 ما شاء الله. نعم، اول تاسيسنا كان في نابلس، في التسعينات تحولنا للاردن. ما شاء الله تبارك الله. 2018 للرياض. الكنافة أساسها أردني؟ أساسها هي الشام، بلاد الشام. نعم، بلاد الشام بشكل عام. نعم، ممتاز. طيب ليش الكنافة يعني الآن أشوفها في المناسبات الزواجات في الأردن خاصة تؤكل وهي واقفة، ليش؟ وانت واقف يعني تأكلها وانت واقف؟ هي بشكل عام الأكل كله وخصوصا المنسف كمان. إيه ليش؟ نعم. ليش ليش؟ للتهضيم أسرع. آه عشان يتعبي أكثر. تعدي أكثر قصدي. نعم، هي بتكون بعد المنسف مباشرة طبعا. فيض الله وجهك. طبعا ناخذ لقطة هنا عند الشيف هو يجهز. شباب خلوكم جنبه عشان تشوفون وشلون تسوى الكنافة وتتعلمون، ترى الطريقة هذه من ذهب يعني، فأقدمها لكم أنا بالمجان. تفاعلوا، خلوكم هنا، نظفوا مطبخكم، جهزوه. اللي هي أول شيء اللي طبعا بقى 6 دقائق وينتهي التايم حق الطبخة، لكن نبي نعلمهم الكنافة على أصولها كيف تطبخ. وتعالوا شباب نزلوا قلفساتكم، نزلوا لا تنزلوا ملابسكم، خلوها عليكم. ناخذ بيشرح لنا الحين، تفضل معي هنا. هاي طبعا زبدة أول شيء. تجون هنا يا شباب، تعالوا. زبدة حيواني طبعا بتكون. تعالوا هنا عشان الكاميرا تجيكم. طبعا اذا فيه رسائل من الجمهور حول الكنافه برضو بعد يرسلون. تفضل يا روحي، تعال عشان تتعلم انت يا علي. لا تبغى كنافه، ولا تبغى تطبخ زين، ولا تبغى انشاد، ولا تبغى قصص، ايش تبغى؟ جاي اشوف وجهك. تبغى ابراهيم؟ شوف شيك هنا، شيك هنا. ما تعال جاي، تعال جاي، خلوكم هنا. يلا عاد
تكلمنا تكفى على الطريق. خلوكم ناظروا 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 شلون بتتكلم. ايوه بسوي بسوي معك عشان النكهه مع الكنافه. تمام. بعدين نحط العجين على نثبت الطبقه الاولى نطبقها نرش العجين. بعدين نحط العيار عشان يطلع متناسق الجبنه يطلع حلو العجين كامل يطلع كله 100%. بعدين نفردها تكون مستويه كامل على نفس المستوى. الصوت ما اخذناه لك طال عمرك. طيب لو بتشرحها انت بصوتك على اساس انه يوضح للمشاهد. تمام. معنا استاذنا عندك هنا. أي. اول شيء اللي هي تجي نوعين من العجين طبعا. هذه العجينه نعم اللي هي الخشنه والناعمه. الخشنه والناعمه. تمام. احنا هنا بس عشان نعلم من الطريقه من البدايه. تمام. هنا جاهزه طبعا هذه الخشنه. هاي الخشنه وهي الناعمه. ممتاز. احنا الان ناخذ الخشنه. وهذه وش الطريقه الان اللي نسويها شيخ؟ هاي الناعمه. هذه الناعمه نفس الشيء طبعا. بيض الله وجهك يا مبدع يا متالق ما شاء الله عليه حركه يده. تشوفون كيف والله شفت الطريقه بالنسبه بغى يقرشني اعرف الحركات هذه هو بيجيبها بس جبتها من البدايه. بالنسبه للعجين مجرم. ها بالنسبه للعجين اللي هي مكوناتها العجين طحين مكوناتها. زبده مي فقط لا غير. طحين وزبده ومويه. نعم. الزبده وش هي؟ زبدة حيواني. زبدة غنم. نعم. بقري. بقري. نعم. تمام. وتزبط هذه الزبدة. بيض الله وجهك. بس أتوقع الشباب شم الزبدة كيف؟ شيء فاخر فاخر من الآخر. طبعا شكرا لعرفات اللي اعطيتونا يعني قليلا من وقتكم. شكرا لك انكم تجون تشرحون للشباب. طبعا عندك هنا اللي هي الجبنه النابلسيه الان. نعم. الان ايش اللي هي الجبنه النابلسيه؟ جبنه محليه طبعا بيكون معك المخرج. نعم. الان هذه وش هي؟ جبنه نابلسيه محليه. أه. مغليه طبعا لازم تكون. تسوونها انتم عندكم؟ لا ها بتكون جاهزه من بتجينا من مصانعنا. تمام. نعم. وش الحركه هذه اللي انت جالس تسويها في يدك الان؟ هاي لازم تنعم الجبنه طبعا. ايه؟ عشان ما تكون فيها طبقات او تطعيجات. تمام تمام ممتاز. تكون طبقه الجبنه مستوى واحد. نعم. احد منكم يا شباب قد جرب كنافه عرفات؟ طبعا يقول له 100 سنه في السوق. انا جربت اكثر من 100 سنه. نعم. انا جربت. كيف؟ في اي علي اول مره يا اخي احسه هذه كارثه. هذه توزيع الجبنه شباب. شوفوا الان توزيع الجبنه. الطبخات جاهزه والمطبخ نظيف صح؟ مطبخكم نظيف صح؟ نظيف. حلو. هذه الان الجبن ها؟ نعم. على الخشن تحطها بالطريقه على النعمه. تمام. يا بتجيكم كنافه يا شباب باذن الله. فاخر من الاخر. لا ما عليك ما هم جاي. هم اصلا عندهم ركن خاص في شغل المناسبات صح؟ نعم. اليوم انا قلت بغير عن الاجواء التقليديه كنت ابغى اجيب لكم اشياء تعلمكم مثلا الكنافه الحلويات بطريقه عامه وما قصروا لي جو. ها؟ معنا اتصال ونقول الو مرحبا. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا مرحبتين. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. كيف حالك اخوي شايف؟ طيب. حياك الله. مع التركي الشهراني يا اخونا واصل الشهراني. او نعم او نعم او نعم او نعم او نعم. الله يبقيك. مرحبا يا ابو ترك يلا حيا. الله يحييك. الله يبقيك ان شاء الله. كيف اموركم طيب؟ يا مرحبا ومسهلا وش حالك؟ انا من الساعة 2 وانا جالس ادق احاول اتواصل معكم لكن الحمد لله انا ماسك معنا. سعيدين جدا بهالاتصال الجميل. رسالتك واحنا اسعد والله للمبدع المتالق. احنا اسعد والله يا اخوي سايد. بارك الله فيك. نبغى رسالتك للمبدع ولزملائه. انا رسائلي كثير والله. تفضل خذ راحتك ابحر. اول رساله ابغى من النواف ابغاه يشد حيله. هذه رقم واحد. حلو. ابغاه يسوي الشيء اللي احنا متفقين معاه عليه. حلو. عرفت؟ اللي هو يبيض وجه والده واهله وناسه وربعه. ما يحتاج والله انه كفو ومبيض وجيهكم ووجه جماعته كافو. رقم ثلاثة انا اطلب منه شيء لتواجه بقلبي. ابشر ابشر. اخوك ويطلبك.
بس بيسمعنا بعد ما تخلص المكالمة، وش رأيك؟ ما في مشكلة بعد ما تخلص المكالمة. اسلم. وعندي أخوه الكبير محمد الشهراني يبغى يتواصل معك. أخوه؟ أخوه الثاني محمد الشهراني. عندك عطهية، إذا عندك عطهية. خذها معك. السلام عليكم. مرحبا مرحبا يا أبو خالد. الله يبقيك يا مرحبا، حي الصوت والله يا ابو سعد. اي والله نبغاك يا مرحبا نلف. كيف حالكم؟ طيبين؟ شلونك يا اخوي سايد؟ شلونكم يا اخي نواف؟ خير ونواف اليوم سعيد، وحنا ترى كلنا اخوانه في البرنامج وخارج البرنامج كلنا زملاء واخوانه. الله يسعدك يا حبيبي. الشيء الاول، اول شيء يا حبيبي يا اخوي سايد بارك الله فيك، اكثر اول شيء قناه الواقع، اول شيء على جهودها الجبارة اللي دائما يعني ما شاء الله تبارك الله تبرز الموهوبين. والشيء الثاني أشكرها على أنها دائما تساهم في وقت اليتيم. جزاك الله خير على التأثير. أحب أوجه رسالة للمتابعين، ما شاء الله تبارك الله قوتكم انعكست علينا احنا. أنا الحين ما صرت بس من جمهور نواف، أنا من جمهور أخويا كلهم. بارك الله والله يوفقهم. الله يوفقك. مبدعين ومتألقين وحنا معه. والله يوفقهم جميعا. يستاهلون الشباب. وشكرا شكرا على اتصالك. واحب اوجه رساله بس لنواف عداب على السهم اللي سواه للشباب امس عن الموتى. وصلوا له شكري الجزيل. جزاك الله خير ويوصل باذن الله. الله يعطيك العافيه. شكرا لك على اتصالك. الله يسعدكم يا حبيبي. هلا هلا وسهلا. انت كان عندك كلام بتقوله أقول بقى يقول لنواف خليك مثل ما وصلناه. والله نواف إنه يجمل الحصان. نعم شكرا. شكرا. طبعا حنا نبي نأخذ لقطة نهائية على الحركة اللي بيسويها الآن الكنافة، الشيف الكنافة. هذه وش الحركة تسميها؟ هذه نوزع النار على كيف بنسميه عشان تطلع كيف. بارك الله فيك. يعني هذا جالس الآن يقول أوزع النار على كافة الصينية على أساس أنه تستوي كاملة. طيب حنا نروح هناك عشان نقيم طبخة الشباب. سم نأخذ الشائلة نسيناها. أولا هذا أخوي تركي ومحمد. نعم خلك هنا. الله يبيض وجيههم يعطيهم العافية. والله اتصالهم ذا أنها سعدني جدا والشاهد الله. والله يعطيكم العافية أيضا. الله يعافيك. بالنسبة لطالب تركي يلا عطوه صدى يا شباب استاهل. اه واجض قلبي جضت الممروض لو ناس يدين الكاوي. جضت اللي وطاب الرجل حيه ما درى والقدم وطيه. الله ما شاء الله. اه يا من ضربني في يده كف على خدتي عسراوي. استحقيت به غير الموده بالخطا صابر الرعيها. الله يعطيكم العافية جميعا. بارك الله فيكم يا شباب. انت عاد الوقت انتهى، خلوكم هناك عشان نجي نقيم طبختكم. باخذ انا والمخرج لفة في المطبخ. الله يجعلني فداكم. والبسوا ملابسكم لا تفسخونا، جعلني قبلكم. يلا مخرجنا العزيز، مشاهدنا العزيز، مثل ما تشوفون ما شاء الله في المطبخ. برجع لك الشيخ في المطبخ ما شاء الله. هنا الجهة اليمنى نظيفة ما شاء الله، كذلك هنا الآن الأمور طيبة والأمور تحت السيطرة، كذلك ما شاء الله هنا بعد النظافة ما شاء الله في المكان كامل، وكأنه ما كانوا يطبخون. فتقييم يعني النظافة كلهم 100%. نادوا أخوياكم كلهم تعالوا، جيب أخوياكم كلهم تعالوا، كلهم جيبهم كلهم قومهم. يلا نبي نقيم الشباب. الله يستر. والله ان قلبي موجعني ما ادري ليه سبحان الله. لا لا خلوني هناك يا شباب، خلوني هناك. ها خلوني هنا. تعال طول. وين في صحين؟ ما في صحين في ذا ولا في ذا.
ها الله يستر من ذا الكلمة. ما تنكبنا إلا علي اللي ما قد شال ولا شيء. ما في مرة ساكت. كان كواسي والله ما قد شاله. حط يعجبني تفاعلكم ما شاء الله اليوم غير شكل يعني. ما أدري وش 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 الخلطة اليوم. شل 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 يا خالي شل دي. ما شاء الله اليوم متفاعلين من كاتشاب من ما شاء الله طبخة زينة. دقيقة دقيقة. بس ماسكين الوصفة بالضبط. لا أنا حطيت شيء. أنت زودت؟ إلا حطيت شيء من راسي هذه ما تحاول. لا والله يا روحي شوف نبي بس هذه تفاعل. أنت قلت أنت مشيت على الطبخة بالوصف. مشيت بالوصفة صح؟ إذا زودت شيء يعني أنا إذا زودت إذا زودت تعاقب. أجل أنا ما زودت أنا على الوصفة بالضبط. تو جلد 100 جلدة. والله الله. ها. أنا على الوصفة بالضبط. الله يستر. احنا بندوق ونقول الله يوفقكم جميعا. تبي تاكلون طبخاتكم؟ والله ودك. يا ربي. الله يذوق. ما شاء الله شوفوا كيف شوفوا كيف الجبن لازق هذا شيء الله اكبر عليك الله يستر الله يستر من الشكل واضح هاي طبختك انت؟ اي كان الملامح تغير لا ما تغير ما شاء الله عليك انتم ماشيين على الخطه اللي انا اعطيتكم اياها فاكيد انكم اموركم طيبه يو شوف 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 طبخاتكم يلا الله يجعلني قبلكم اصبر مجار مجار يلا ذوقوا ذوقوا طبخاتكم لا اول شيء بذوق انا بس اصبر اني اشرب معي عشان اعرف وزنيه حقاتكم خير بالله كيف بالله كيف شوف انا وين داري كل يوم سويت هالمط انا بقول للمبدع ابدعت وللمسيء اسات صح وانتم ما شاء الله ما قصرتوا كان وتواجدكم اليوم رحمه لكم انه يعني كان فيه تغريدات وكذا رسائل حلوه ناخذ تغريدات لكم ولا نسحب عليكم اي والله ترى ماشي بعنا تغريدات وين جوالي جوالاتي وين اروح اجيبه والله ما ادري هو وين نسيته من هنا اي والله اجيبه اصبر اصبر ناخذ لكم تغريده كذا ختاميه كل واحد لبه والله والله شوفوا بعض الرسائل التشجيعيه سواء لي انا اخذ الزين والشين اكبه بس كلامكم الجميل هذا وسام على صدري وانا اعتز فيه وافتخر صراحه طيب بس انكم والله لا, لا, لا رجعوا على نفس المتصل وقاموا يا فيلم لا لا شوفوا الدواء بس سامحوه يا جماعه سامحوه لله الدواء بسيطه هو شهر خلاص فضيل شهر اصرف لهم شهر فضيل على خير اكسب لهم الله يسامحك طيب لجميع الشباب ولجميع المتسابقين شدوا حيلكم ولا تيأسوا من النقد الجارح يعني رسائل ما شاء الله متكرره كلهم على انه في النقد او غيره من المقدمين يجيكم يجرحكم حاولوا انكم يعني تكونوا لطيفين عرفتوا مثلنا انا من طعمها ما اقدر اقاوم بلى عليك كل كل يا عله عافيه عندكم الكاتشب ما شاء الله تزبيط اخوي مخلد الله يا حبيبي يا مخلد طيب علي متضايق علشان كذا ما اتكلم اليوم ليش علي متضايق انا ما اضيق طال عمرك ما اضيق انا ما اضيق مين اللي يقول لي عجل اللي يقول انك متضايق لا ماني والله ماني متضايق علمنا علمنا وش السبب اللي خلاك علمني والله ايش فيك متضايق والله ماني متضايق والله اني عندي حجه في افا الله لا يجيب لك الضيق يلا نعلن لكم الفائز والله ما متضايق لكن شوف المنشد نواف موجود ولا عليك كفو عليك والله هم يبون صوت صوت نواف موجود وما صوتي انا والله اني راح فيها تعبان ولكن والله يبشروا بس يعني ها وشايفكم مستانس والله مخنا ضيقه اليوم والله اني اطرب صوتك واجيب ولكن شوف لك مني وعد ان كاني فزت الله طبعا غبار مثل ما تشاهدون الان الحمد لله علموش يا ربي طيب عطونا دعاء الغبار اللهم اني اسالك خيرها وخير ما هي ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به الحمد لله تغيرات الجو وتغيرات مناخيه مطر ان شاء الله عقب هذا دعاء الرياح بس انه هو دعاء غبار او الرياح يعني كلها ثنتين يا شباب جزاكم الله خير كلها تندرج نحو اللي تشوفونه الان من ناحيه العجه سال الله السلامه
اللي معهم ربو انتبهوا قفلوا درايشكم واجلسوا في البيت، اللي في السوق ارجعوا ورقدوا احسن وتفرفروا الظهر. الله يسامحكم، الله يستر على المسافرين. والله انا عندي واحد من زملائي جاي اللي في المنتجع يرقد في المطبخ ياكل الكنافه. الله. طيب انا عندي طيب ايش رايك تودين الجنوب يومين؟ اوديك القلبي انت، ما اوديك الجنوب. انت تدري تؤمن بالله ان احب ديره عندي الجنوب. الله يسعدك، احب الجنوب واحب اهل الجنوب كافه. يا رب. جبت تغريدات بعد والله ما شبعان. ابى اعطيكم تغريدات بس انه يرفع الاذان، تقوم يا ابو علي ترفع الاذان وتقفل تكفى الباب معك. والله نواف يا اخي انا احب صوتك. يا زين نواف، يلا نواف استح وقول بسم الله وقفل الباب. عندك هنا، عندك هنا يا نواف، عندك هنا بس خذ الزاويه، خذ الزاوية ودن تفضل بس هنا هنا يا علي هنا. ايوه صح عليك هنا صح. ايه اصدح. الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا شوفوا كيف، شوفوا شوفوا ما شاء الله. قطع اللي بعده اللي بعده كذا شباب، عشان اللي بعده ما شاء الله. نبي شيء كذا يطير فوق فوق. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. طبعا ظاهر على الشاشه ارقام التواصل الخاص في حلويات وكنافه عرفات. ما شاء الله الله يستر عليهم. ما شاء الله الله يوفقك. طبعا نعلن الان من هو اللي فايز معنا. الله يوفقك يا رب. اتمنى امين يا يسار. نبي الصدق والله ما بيك علينا الحين، نبي نفرفش معه. انت تتوقعون انت تتوقعون فريق الأزرق الفريق الأسود. فريق الأزرق الفريق الأسود. أعطوني بالله شوي صوت زيادة زيادة. ترى لي تجربة قبل في البراين. أنت؟ إيه. فالدقات هذه خلاص ما عاد تأثر معك. ها.
طبعا الفريق اللي فاز معنا هالفقره الجميله الاستثنائيه مقدمنا جميل جنتل 18 المبدعين المتالقين طبعا جاهز يا مخرج حقتهم الفرايحيه وكذا اذا كان كذا معي يا مهرج ولا لا؟ نبغى شيء لفرايحيه للفائز نبغى شيء عشان يخش جو الفائز طبعا لاول مره ما شاء الله تدون يعني كلكم الفترات الماضيه ابدعتوا تالقتوا الاسبوع اللي فات ما شاء الله كذلك فيه فائزين لذلك انا اعلن فوزكم جميعا الله يوفقكم ان شاء الله حلقه استثنائيه ابدعتوا قدمتوا فالكم النجاح الله يوفقكم شباب تفضلوا خليكم معنا هناك تفضلوا الله يحييكم طبعا اسمع بنسوي مقلب في هلا وسهلا الله يحييك البس مايكك مايكك عليه خصم عليه خصم عليه خصم انت نزرع قصة وتثمر جنتلها مع جنتل جنتلها مع جنتل فرق اسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي تملك كل الافاقي جنتلها يا طبعا بنسوي مقلب بسوي مقلب على اصبر اصبر مقلب خفيف على اني خاسر على انك خسران نفس الطريقه الاول بروح رقم مايكل شيد اربعه رقم اربعه بروح اقوم شيد لانه قال لي قدام الطب قال لا عينك خاسر انت تعطيني رقم اربعه قبه جبه راح جبه انا بروح بقول تاير شيد تاير شيد انت رقم اربعه وخصم عليك بس عيش وجو اي اي خصم 4000 شيل على الشباب كلهم وخليه يجي هنا وبعدين اي استعجل استعجل نبي نسوي عليه شوي طبعا تعال يا طاهر خذ حلاوتك خذ يا طاهر حلوه عمانيه لا الحلوه اردنيه تعال يا شباب تعالوا تحلوا تحلوا تعال يا شيخ تعال يا خالي تعال امسك اخذ 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 ود ال خلاص انت ابوه أفوه. لازم مايك عشان ما يجيك خصم تلقوا بخصم أبدعتوا وبيض الله وجيهكم وشكرا شكرا من القلب لحلويات وكنا عفوا كنافة عرفات حلويات عرفات حلويات عرفات أنتم صح؟ أسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله شكرا من يرزقكم تحلي يا الشيخ تعال يلا نزل الشيخ تعالوا يا شباب طبعا نبي نشوف المنكة حقهم يقوموا الرجال الله يستر على علي بسرعة هاك خذ خذ ودي للعيال هناك تفضل بالله ودي للشباب هناك الشباب اللي عندك ذول طبعا ما وصلوا الشباب بيسوون منكح برشيد بيشوفون ردة فعل رشيد ايش في رشيد؟ هو رشيد جاء ولا لا؟ موجود ايش فيه؟ بس الشباب لا تضحكون خلوه خلونا نشوف الموضوع مع رشيد ما ادري هو وصل ولا لا بالله وقل يشوف لي اذا ما وصل خلونا عاد نختم بس بالله كيفك نافع عبد الله؟ تقييمك؟ حلو التغيير ها؟ حلو انتم مشتهين الكنافة كنا نجيب هذا ما نجيبها الا في الحساء يلا وصل وصل الشباب وصل؟ لا ما وصل رشيد؟ اذا ما وصل على الاربعه عشان يتشجع
عشان يشيل ال 4000. بس اتوقع بيغمى عليه يا اخي من ال كيف الكنافه معك يا مخلد؟ بالله عليك يا حبيبي خذ بالله تحل ما تاني الكنافه؟ ليه؟ ابد كل يا روحي كل على عافية ترى اكلهم طبخهم طبخهم فاخر اقلبوه مع بعض وكلوه ايش بلا انا مقاطي هذا جبن 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 اي استريحوا وتقهوا واستانسوا وتحلوا وامور زينه ما وصلوا ها يلا ما كتب الله اجل ان نسوي المقلب رشيد حلو انهم يصحونه اجل معنا يا مخرج ما كتب الله انه يعني يحصل مقلب علي لكن ان شاء الله انها نالت اعجابكم الحلقه ونالت على رضاكم وباذن الله القادم اجمل وافضل مع جنتل استودعناكم الله.